من لندن مراسل الغد عمرو المنيري عن ردود الفعل السياسية على اتهامات حكومة لندن بالتعامل مع اتفاقية الخروج من قبل زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي إيان بلاكفورد. نعم، هي ستكون بالفعل آراء متباينة وانتقادات مختلفة. ليس هناك من يؤيد، بل الجميع الآن يقف متفرجا على ما ستفعله الحكومة البريطانية، التي بالفعل أثبتت أنها قادرة على التفاوض تماما مع الاتحاد الأوروبي، وأنها هي التي لديها اليد العليا، وخصوصا أن أزمة كورونا أثبتت تماما أن الاتحاد الأوروبي ليس بالقوة الحقيقية، وليس دول متماسكة وتستطيع أن توحد موقفها ضد المواقف المختلفة، وهذا ما حدث في الأيام الأخيرة. الآن بريطانيا تريد أن تفرض شروطها، وتريد أن تؤكد للاتحاد الأوروبي أنها هي من لديها القرار، وهي التي خرجت من الاتحاد الأوروبي، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يحاول أن يرضي بريطانيا بشكل أو بآخر. الاتهامات التي قام بها الـ SNP أو الحزب الوطني الاسكتلندي هي ما هي إلى الاستهلاك المحلي والاستهلاك السياسي إن جاز التعبير، وهي انتقادات صحيح في محلها، لكن يبدو أن الحكومة البريطانية لا تريد أن تمدد الفترة الانتقالية، وتعلم تماما، وخصوصا أن بوريس جونسون أثبت منذ فترة أو إبان الخروج من الاتحاد الأوروبي أنه كان هناك وقت للتفاوض، أنه يستطيع أن يقرر ما يريد، وأن خرجت بالفعل بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. النقطة الأخرى أن هناك خلاف أيضا ما بين بروكسل وبين لندن. بروكسل تريد أن يكون هناك مكتبا في مدينة بلفاستر عاصمة أيرلندا الشمالية، وهو ما رفضته بريطانيا مرتين من قبل، وقالت أن هذا لا يجوز، وأنه لن يكون هناك أي نوع من المكاتب داخل بلفاست، ولا يكون لرعاية الجمركية أو لمتابعة ما سيحدث في الفترة المقبلة، وهو ما ترفضه بريطانيا تماما، وتريد أقول أنه لن يكون هناك مكتبا للاتحاد الأوروبي داخل بلفاست، لأن هذا سيسبب انقسامات ومشاكل سياسية داخل أيرلندا الشمالية بشكل عام. عمرو المنيري مراسل الغد من لندن، شكرا جزيلا لك.